جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا العصر، هل هو واجب أم مستحب؟ جزاكم الله خيرا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كل عصر، ولا سيما إذا كثرت المنكرات فإنه يتأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالواجب على من له سلطة وقدرة أن يغير المنكر بيده كولاة الأمور ونوابهم، وكذلك أولياء أمور البيوت، فإن لهم سلطة على من في بيوتهم فيغيرون المنكر باليد. وأما إذا لم يكن له سلطة فإنه ينكر المنكر بلسانه بأن يبين وينصح ويعظ ويذكر ويرفع الأمر إلى ولاة الأمور ويبلغ عن هذا المنكر، ولا يسكت وعنده القدرة على أن يتكلم في إنكار المنكر. الحالة الثالثة: إذا لم يستطع الإنكار بلسانه فإنه يكون مبغضا للمنكر بقلبه ومنكرا له بقلبه، ويبتعد عنه وعن أهله، وهذا أضعف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا بد من إنكار المنكر، ولكنه بحسب الاستطاعة والمقدرة. نعم.